كيف قرأت خبر منع الزيارة عن السياسية من قبل النائب العام؟ مساء الخير. بالتأكيد قرار غريب في وقت غريب بطريقة غريبة. الحق في الزيارة من الحقوق المنصوص عليها في لوائح السجون. وأي إجراء يتعلق بالمنع من الزيارة، احنا بنتكلم كده في عقوبة، يعني المنع ده في حد ذاته عقوبة. نعم. وبالتالي النص القانوني أو النص الدستوري بيقول إن العقوبة شخصية. نعم. يعني اللي يطبق عليه العقوبة ديت لازم يكون شخص ارتكب جريمة ما أو مخالفة ما وفق نص قانوني موجود، وبالتالي في جهة قضائية بتحكم بإحدى العقوبات الجزائية أو المقيدة للحرية. لما نشوف إن الحالة على الشيوع، بمعنى القضايا السياسية، مش حاجة اسمها كده. افترض إن الشخص الفلاني اللي ارتكب المخالفة الفلانية المنصوص عليها في القانون الفلاني صدر بناء على عقوبة من الجهة الفلانية، الجهة القضائية الفلانية، هنا ناخد الأمر ده، أو خالف مخالفة من مخالفات لائحة السجون في إدارة السجون تقدر تطبق عليه القرار ده. لكن القرار اللي صادر من النائب العام المفترض أنه هو أعلى سلطة قضائية. نعم. بهذا الشكل نحن أمام نوع من أنواع الانتهاكات الممنهج المتعمد من قبل مسؤولين رسميين داخل الدولة. نحن هنا أمام قرار معيب في قانون، هذا يسمى قرار معيب، يجب أن يطعن عليه أو يتخذ إجراءات قضائية ضد هذا الأمر. المسألة من وجهة نظري جاية منين؟ في مصر الآن وخلال السبع سنوات السابقة مصر في حالة غياب تام لدولة القانون، في حالة غياب تام للمحاسبة والمحاكمة. مفيش جهة بتراقب جهة، يعني مفترض الأعمال كلها في مثلث من المراقبة بيتم عليه من الثلاث سلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. المفترض أن الأدوات القانونية الملزمة للكافة تطبق على الجميع، بالتالي لو في مخالفة في هذا الأمر بتقييد الحرية أو بمنع من الزيارة أو بعقوبة أو بالتفتيش المهين اللي بيحصل للأهالي، نعم، يبقى إحنا أمام انتهاك متعمد، انتهاك ممنهج من قبل القائمين على السلطات في مصر في هذه الحالة. طيب.